ورحمة الله وبركاته، وعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب سيدي ومولاي راهب بني هاشم موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ومع جموع الزائرين المليونية التي زحفت منذ أيام لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي باب الحوائج الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. السلام على صاحب الدمعة الساكبة، السلام على صاحب الساق المرضوض بحلق القيود، السلام على صاحب السجدة الطويلة، السلام عليك سيدي ومولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر. ونحن بهذا البث المباشر من قناة الفرات الفضائية منذ أيام لزائري الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. اليوم احنا في بث حي ومباشر في تقاطع جامع برثة الذي يفصل أو يبعد عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه حوالي كيلوين، ومع جموع الزائرين المليونية، وتعتبر هذه المنطقة منطقة العطيفية هي محط استراحة للزائرين قبل الدخول إلى الكاظمية المقدسة ومرقد سيدي مولاي موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. نحن في هذا المكان منذ 14 عام ومع خدام الإمام الحسين وأصحاب المواكب الذين يقدمون الخدمة للزائرين، يقدمون المأكل والمشرب والمنام وكل ما لذ وطاب لزائري الإمام موسى الكاظم. أيضا الزيارة تمر بانسيابية عالية جدا بالتعاون مع قواتنا الأمنية وأخواننا من الحشد الشعبي أيضا، وكذلك من الأمور الطبية يقدمونها وزارة الصحة لزائري الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وأيضا انسيابية عالية لأصحاب المواكب مع الدولة ومع القوات الأمنية للحفاظ على الزائرين وكذلك الاستمرار بهذه الزيارة. مثل ما عودناكم بكل حلقاتنا المباشرة التي تكون في هذا المكان منذ 14 عام ونحن ننقل هذه الزيارة بهذا المكان قرب جامع برثة المقدس وهذا المسجد الذي يعتبر مرقد لسيدي ومولاي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. بهذه المناسبة نرفع آيات التعازي إلى سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان روحي وأرواح العالمين لمقدمين فداء مراجعنا العظام الأمة الإسلامية جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها، ونقول لسيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر وطل به، أحط اسمه وسط قلبي وطل به، احط اسمه وسط قلبي وطلبه، خدمته بزمن ما يرحم وطلبه عنده ياه كم حاجه، وطلبه قضاهن بس وصلت الكاظميه. الله السلام عليك سيدي ومولاي يا باب الحوائج. احنا اليوم نلتقي باحد اصحاب المواكب الكبيره اللي موجوده بهذا المكان بقرب مسجد برثة، الحاج أبو قيصر البياتي. نرحب بيك، الهلا بيك حاج أبو قيصر. أهلا وسهلا. وأهلا وسهلا بيك، دائما احنا نشوفك بكل سنة كل عام متجدد بلي. بموكبك بلي. وتخدم الزوار. حدثنا عن الموكب، حدثنا عن الزوار، حدثنا عن انسيابية الزيارة، ايش وقت نصبت السرادق بلي. وكل سنة وكل عام انتم نشوفكم بحلة جديدة بلي. بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبا القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بهذه المناسبة نعزي الإمام الحجة بهذا المصاب الجلل باستشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. زيارة أبو حسنين زيارة مليونية. نعم. أنا اليوم صار لي هنا 6 أيام أخدم، الخدمة عندي يعني لي صبح وظهر وعشاء، ونشكر القوات الأمنية على مواصلتهم الأمن، ونشكر القوات الصحية الصحة. نعم. إيه هم متواجدين ويانا، والحمد لله والشكر. إن شاء الله زيارة مليونية. ولبيك يا موسى بن جعفر. لبيك يا موسى بن جعفر. نعم يا أبو، أنا أحس بيك من يعني بعد يومين للزيارة بلي. يعني باكر سبت جزء بلي. الأحد بلي. تنتهي الزيارة، بعد انتهاء الزيارة شنو شعور أبو قيصر يكون بهذا؟ كلش أرتاح، نفسيا أرتاح، أديت خدمة. نعم. أديت خدمة لموسى بن جعفر صلوات الله عليه. يعني بعد أدائك الخدمة، بعد أداء الخدمة وهذا كلش نرتاح نفسيا أنا والخدم. إحنا إيش كم واحد موجود من الخدم؟ أنا عرفت بين الموجودين حتى أبنائك أبناء المنطقة. نعم. هو 4 أبنائي وياي هم. نعم. الطباخين على. نعم. هذا فأنا الواقفين عليهم 30 عندي خدم ما شاء الله. إيه 30. نعم. خدم كل منو هذا ابو المي، هذا ابو الشاي، هذا على التمر، هذا على القص، هذا ايه
فخدمة مواصلة. أهل المنطقة أيضا هاي الأمور هذا ذاتي أم دعم من أحد من دولة؟ دعم من المنطقة، من أهل المنطقة. بلي. تبرعات، تبرعات من الدولة. هاي تجمعونها كل سنة؟ كل سنة هاي. نعم. وأنا أبو قيصر خلوا بيدي الناس، الناس جزاهم الله خير الجزاء، الحمد لله والشكر. منطقة العطيفية تعتبر هي منطقة من الشهداء. أنا شفت بين هذا الموكب أعزائي المشاهدين هذا الموكب رغم حدثت به عدة تفجيرات في ذلك الزمن نعم، وهنا في جامع براثة، وهذا المكان كان جدا خطر بحيث يعني المنطقة كانت عبارة عن يعني تفجيرات وقتل بزمن الطائفية. رغم هذا أبو قيصر ما متواصل، بقى متواصل، بقى متواصل، متواصل بهذا الموكب، هذا الموكب خدمة. نعم. مستمرة. نعم. لبيت يا موسى بن جعفر. لبيك يا سيدي يا مولاي يا مولاي يا موسى بن جعفر. أبو قيصر شنو اللي تتمناه من الخدمة؟ أتمنى أن الله يتقبل من عندنا إن شاء الله، ويدفع عنا الوباء عن العراق ولا. آمين يا رب. إي والله العالمين. ويشافي ويعافي كل العراقيين. نعم. إي العراقيين خوش ناس. أنا شفت أيضا عندكم واحد موجه ايضا، انتم مو بس تعطون الاكل والمشروب، بلي بلي يعني موجهين للزائرين. ايه؟ يابا صلاتك، ايه؟ وضوءك، موجود، زيارتك، موجود، نعم بلي. يعني هذا من ضمن اعمالكم اليوميه التثقيفيه. نعم. تثقيفيه بلي، عندنا موجودين يعني ينبه على الاشياء المخالفه شويه. نعم. ينبه عليها. شنو اعطتك الخدمه؟ والله قلت لك يعني والله العظيم عباك تطول عمري الخدمه. ايه. والله بس انت رجل كبير بالسن، واقف من الصبح لليل. ايه انا رغم هذا كل ساعه قاعد على كرسي بلي. اشوفك ما قعدت من الصبح لحد الان. ما من عوف الموكب يتي. انا داينامو مال الموكب، اجي منا اروح منا، انا امشي كلها. رغم انت مريض يعني شو تعطيك هاي الخدمه؟ شنو تعطيك؟ تعطينا حافز. نعم. تعطينا حافز، وان شاء الله الله يستر على العراقيين وعلى زوارنا كلهم. اي والله خدمه موسى بن جعفر ان شاء الله. ابو طلبه نطلب منه يعطينا. ما فد يوم قصته وقصر معه. لا والله، لا والله، يجون عالم تجيني تعطيني فلوس، يعني انا ما اعرف بالله العظيم. طلبنا من الموكب بطانه. الله الله ما بيناتنا، وهذا موسى بن جعفر. فالموكب مبارك لان نشتغل عدل. شفت هاي الناس اللي يتحن بالموكب؟ بلي. نعم. الموكب مطي حوائج للناس هوايه. نعم الله شاهد، هواي ناطي يعني للناس حوائج. زين. الموكب انت قلت قبل 6 ايام كان النصب مالته. نعم. بعد انتهاء الموكب انا احس بين تكون حزن بالمنطقه بينه ورحال الزوار من ظل شوله. اي ظل شوله نحزن. انا شفت فد يوم مره من عتن انت قاعد هنا وعبالك فاقد لك واحد عزيز. والله صحيح. اي شفتك مره من المرات. تعلمنا على الخدمه. تعلمنا على خدمه الناس على هذا. يوم نشيل الموكب والله حزين. الله شاهد. الله يحفظك ابو قيصر ان شاء الله، ويسدد خطاك ويديمك، ويحفظ الاولاد ان شاء الله. الله يحفظك. والحجيه، واحنا نشكر القوات الامنيه على مواصلتهم بالامن والاستقرار الموكب. بارك الله بك. اي والله. نعم اعزائي المشاهدين، متواصلين وياكم مع التغطيه المباشره من قناه الفرات الفضائيه وعبر الهواء مباشره مع اصحاب المواكب. شفتوا هذه الشيبه الكريمه وهذه الطيبه والفطره لخدمة سيد الشهداء، لخدمة الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. هذا الموكب طبعا ليس فقط هنا لخدمة الإمام موسى الكاظم، وإنما أيضا بأيام الأربعين نفس الموكب أيضا يذهب لزيارة الأربعين لكربلاء المقدسة لخدمة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. الموكب لو تشوفون إن شاء الله راح نصوره لكم، موكب كبير جدا يضم به المأكل والمشرب والمنام و كل شيء يقدم للزائرين، وايضا بيوتات مفتوحه لاهالي العطيفيه. بلي. الان واقفين على الشارع، اي زائر يريد يرتاح يروح البيت. صحيح. من بيوتات هاي الناس الطيبه الخدمه خدام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. مثل ما قلنا احنا متواجدين قرب مسجد براثه، هذا المسجد العظيم الذي يكون مرقد لسيدي مولاي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. متواصلين وياكم ومع خدام الامام موسى الكاظم ومع هذه الجموع المليونيه التي لم تنقطع من البصره الى بغداد منذ 20 يوم انطلقت او اكثر من سجن الامام الكاظم صلوات الله عليه من البصرة، ولحد الان اليوم وصلوا مواكب اهل البصرة والناصرية والشيخ سعد والعمارة والكوت والسماوة والديوانية والحلة. اليوم وصلوا ان شاء الله الى يوم الزيارة العظيمة وهو يوم الاحد لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي الامام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ويهتفون دائما وابدا لبيك يا موسى، لبيك يا موسى، لبيك يا موسى، لبيك يا موسى. ونقول دائما للذين
يشوهون الزيارة بإعلامهم بأصواتهم بكلامهم. نقول كما قال الحسين في عرصة كربلاء: ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. ونقول لك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، اليوم احنا خدام لابنك الإمام موسى بن جعفر، وإن شاء الله بعد أيام سوف نكون خدامك في يوم مولدك في يوم شعبان، وإن شاء الله نكون دائما خدام لسيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. لبيك يا حسين، 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 لبيك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله. ننتقل إلى مراسلنا واثق محي الدين، لك الكلمة يا واثق. نعم، شكرا للزميل أبو حسنين الرباعي. السلام عليك يا مظلوم، السلام عليك يا باب الحوائج، السلام عليك يا موسى بن جعفر، السلام عليكم سادتي مشاهدينا مشاهدي قناة الفرات الفضائية، ونحن ننقل لكم وقائع هذه الزيارة المليونية المستمرة. نعم، مع بدء العد التنازلي لهذه الزيارة وموعد الزيارة في 25 من رجب، بدأت الشوارع تكتظ بحشود الزائرين، بملايين الزائرين الذين وفدوا من جميع المحافظات العراقية عبر الطرق النيسمية المؤدية إلى الكاظمية المقدسة. نعم، لن يفصلنا عن الكاظمية المقدسة سوى بضع كيلومترات، والجميع هنا يحث الخطى باتجاه الكاظمية المقدسة ليجدد البيعة والولاء والوفاء إلى سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر. الجميع هنا يحث الخطى حتى يصل جسر الرصافة بموعد الزيارة، حتى يشيع إمامه المظلوم المسموم الذي ضحى بنفسه وجاد بنفسه من أجل إعلاء كلمة الحق. نعم، كما تشاهدون هذه الصور الولائية، هذه الصور المليئة والمفعمة بالحب والولاء والعشق إلى أهل البيت عليهم السلام، هنا الجميع يرفع رايات العشق والولاء، رايات الحزن ورايات المحبة إلى سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر. نعم، هذه الطرقات التي غصت بالصرادقات ومواكب العزاء، مواكب الحسينية، مواكب الخدمة، اليوم أهالي بغداد صراحة بذلوا الغالي والنفيس من أجل خدمة هؤلاء الزائرين، من أجل خدمة هذه الملايين، هذه المسيرة الخالدة، هذه المسيرة المستمرة التي تبلغ أعدادها بالملايين دون مبالغة. إذن مشاهدينا، أنا وأنتم ننتقل إلى زوار الإمام موسى بن جعفر حتى نتعرف أكثر على روحانية هذه الزيارة وأجواء الزيارة. السلام عليكم. عليكم السلام. عظم الله أجرك. عظم الله أجرك. خليك هنا على الكاميرا. عظم الله أجرك عزيزي. منين جايتك؟ أنا من الكوت، قضاء صويرة. اليوم شفت أجواء الزيارة؟ أجواء طيبة وأمينة ووضع أمن وأمان. شلون شفت الخدمة؟ خدمة خير من الله، وأكو يعني بعض الناس والأهالي مهتمة بالزوار، وأكثر يعني كل أهل بغداد، كل أهل بغداد ترحب بالزوار. نعم. كل أهل بغداد ترحب بالزوار ويعني قائمة بالواجب، وكأنما يعني شفنا وضع يعني فظيع. يعني جنة بالأرض موجودة. ما شاء الله، هنيئا لكم هذه الخطوات. إن شاء الله أيضا خلونا ننتقل للشباب. الرسالة: السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل حبيبي. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. عظم الله أجرك. عظم الله لنا ولكم الأجر والثواب. منين جيتك؟ شلون شفت أجواء الزيارة؟ والله أنا من بدرة بس نزلت بالدبوني، وأجواء نعمة وخير ما شاء الله، مواكب متوفرة وخير، أمان وأمن واستقرار، الله يحفظهم إن شاء الله. إن شاء الله كلمة توجهها للخدام، يعني خدام والله الله يحفظ الله يحفظهم جاه موسى بن جعفر، والله ما قصروا معنا والله يجيهم كل خير. نعم أحبتي، يعني صور ولائية جميلة مقدمة من قبل يعني أهالي بغداد، المواكب الحسينية، ليس فقط أهالي بغداد، يعني هذه المواكب مختصة بأهالي بغداد بل من محافظة ديالى كذلك باب، جميع المحافظات اليوم لديها صرادقات خدمة، وليس هذا الطريق فقط في منطقة العطيفية مؤدي إلى الكاظمية المقدسة، بل هنالك أربع طرق كبيرة تغص بالزائرين، يعني حتى ساعات متأخرة من الليل الجميع هنا يحث الخطى باتجاه القباب الذهبية، باتجاه معشوقهم وإمامهم الكاظم عليه السلام، كما شاهدتم ولاحظتم قبل يعني ساعات من التغطية الحية لقناة الفرات الفضائية التي انتشرت يعني شبكة مراسليها على طول الطرق المؤدية إلى الكاظمية المقدسة، حتى ننقل لكم وقائع هذه الزيارة المليونية، وقائع هذه الزيارة اليوم. يعني هنا صور ولائية جميلة، صور العشق والولاء يجسدها هؤلاء بالخدمة، كذلك الزوار
يجسدونها بالذين يعني صراحة اليوم تركوا الغالي والنفيس، تركوا أعمالهم حتى يصلوا إلى يعني معشوقهم ويجددوا البيعة والولاء في موعد الزيارة إن شاء الله. إذن لازلنا متواصلين معكم بالصوت والصورة، وهذه التغطية الحية والمباشرة من قناة الفرات. وهذه عودة إلى الزميل أبو حسنين الرباعي، لك الكلمة يا أبو حسنين. الله يطيب. أدي طلب يا وزير الدفاع عني. الله واديك إن شاء الله، الله يطيب الحسين. لا تي تسمحني مشاعية الحسين، مشاعية الكاظم. بدي تسمعني لو ما تسمعني عني. نعم، على ما يبدو أن أبو حسنين لم يجهز بعد. نعم. نشاهده من مفارز طبية، من خدمات صحية مقدمة، أيضا المرجعية الرشيدة التي اليوم أيضا يعني بلغت ووجهت بإنشاء يعني مفارز وعي وإرشاد. هنالك رجال الحوزة يعظون ويرشدون الزوار. صراحة هذا الطريق تحول إلى مدرسة كاظمية، إلى مدرسة حسينية كبيرة ينهل منها هؤلاء الشباب الرسالي، تعاليم الرسالة المحمدية الأصيلة التي ضحى من أجلها الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. نعم أحبتي، لازلنا متواصلين معكم، وهذه انتقالة إلى الزميل أبو حسنين الرباعي، لك الكلمة يا أبو حسنين. شكرا لمراسلنا واثق محي الدين. عودة أخرى أعزائي المشاهدين، ومع التغطية المباشرة من قناة الفرات الفضائية عبر الطريق الرابط إلى سيدي ومولاي موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. إحنا اليوم في جامع برثة، قريب مسجد برثة في هذه المنطقة، منطقة العطيفية، التي تعتبر هي محطة استراحة لزائري الإمام موسى الكاظم، وتبعد الكاظمية حوالي كيلوين عن هذا المكان. يعني الزائرين هنا يرتاحون ويدخلون إلى الكاظمية. جموع مليونية كبيرة منذ أيام انطلقت لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي الإمام موسى بن جعفر الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ويقولون مثل ما قلنا في بداية البرنامج، كما قال الحسين في عرصة كربلاء: ألا أن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. ويقولون كما قال الزينب إلى يزيد: كد كيدك وسعى سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وما رأيك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. أين هارون؟ أين قصوره؟ أين جنوده؟ أين سجنه؟ أين الذين كانوا يستهزئون ويقولون للإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه: أنت مسجون لدينا الآن، ترى المنائر تناطح السحاب، وهذه الملائكة التي جاءت لتجدد عهد الولاء والبيعة مع الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، وهم ليس لهم أثر في الدنيا ولا في الآخرة. نحن الآن بهذا المكان نهتف دائما وأبدا: لبيك سيدي ومولاي، يا مسموم يا مظلوم، السلام عليك وعلى زائريك وعلى الذين استشهدوا بهذا الطريق، طريق الزيارة، طريق الإمام موسى الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. انضم لنا خادم آخر من أصحاب المواكب والخدام اللي موجودين بهذه المنطقة، منطقة العطيفية قرب مسجد برثة، السيد حسين الموسوي. نرحب بك، أهلا وسهلا بك سيدنا، عظم الله لك الأجر. أجوركم عظم الله أجوركم. سيدنا سولف لنا عن الخدمة، عن منطقة العطيفية، شنو اللي قدمتوه لزائري الإمام موسى الكاظم صلوات الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. لو لفاك الضيم والهم والأذية، زور موسى والجواد أهل الحمية. الله. قاصد الحاجة منهم لن يخيبا، سل مجرب عنهما أو سل لبيبا، زور موسى والجواد أهل الحمية. هنا يا هل عيلتك خفية وبالهموم الكلفة غارج، ايه اعتني الأرض الكاظمية وزور قضايا الحوايج، وقل له يا مولاي جيتك والولم بالروح لايج، وشمش ضريحة وحشمة، وقل له القلب يقطر دمة، وانت يا راعي الغانمة بيك دوم لساني لاهج، بيك دوم لساني لاهج. قل له أنا بشيمتك يا ابن الزكية، اليوم أريد أن تطفي نيران السرية، تأتي فرحانا وقد كنت كئيبا، كيف لا تشفى وقد زرت الطبيبة. نعزي إمامي صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف،
والمراجع العظام وعلى رأسهم السيد علي الحسين السيستاني. أحسنت المرجعية العظيمة. ونعزي الأمة الإسلامية ونعزي أنفسنا بهذا المصاب التي طالما قرح قلوبنا، ألا وهو ذكرى استشهاد إمامي وسيدي ومولاي في 25 رجب من عام 183 راهب بني هاشم موسى بن جعفر وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة الأنوار وحامل السكينة والوقار إمامي وسيدي ومولاي باب الحوائج أبو طلبة أسد بغداد موسى بن جعفر. وهذه المصيبة التي أذلت عزيزنا وملأت قلوبنا حزنا، ونحن نجدد العهد كل عام على أن نحيي هذه الذكرى مدى إلى أن نموت مدى ما بقينا. سيدنا العزيز، شنو الخدمة اللي تقدموها للزائرين الإمام موسى الكاظم؟ احنا مستعدين للزائرين بكل ما يطلبون. نعم. ونقدم كل الخدمة اللي يحتاجها الزائر من ماء وأكل ومرافق صحيات ومشرب، شي يريد الزائر احنا حاضرين، وكل سنة وكل عام نبقى احنا حاضرين في خدمة الزوار. شيء الزائر احنا حاضرين هنا لمنطقة العطيفية الثانية. نعم، هاي المنطقة منطقة العطيفية تأثرت كثيرا، كانت منطقة صعبة الخدمة ايضا بها صعبة، رغم ذلك انتم احنا باقين حاولتوا ان تقيمون العزاء العزاء غصبا علينا، حبنا لأهل البيت، حبنا لموسى بن جعفر، حبنا لراهب بني هاشم، حبا لباب المراد محمد الجواد. الله يبارك بك. زين، الزائرين ايش قد صار كم يوم انتم هنا تخدمون بهذا المكان؟ صار لنا تقريبا حوالي 7 أيام. نعم، 7 أيام ونبقى إلى أن تخلص الزيارة، وإحنا فخورين مليانين غبطة وفرح وافتخار إنه إحنا نجدد العهد على مصاب سيدي ومولاي وصي الأبرار وإمام الأخيار وعيبة التي كان يحيي الليلة بالسهر بمواصلة الاستغفار، حليف السجدة الطويلة والدموع الغزيرة والضراعات المتصلة ومقر اللها ومألف الصبر والمضطهد في قعر السجون وظلم المطامير ذساق المرضوض بحلق القيود وجنازة المنادى عليها بذل الاستغفار. هذا موسى بن جعفر، والله ما ننساك أبد، ما حيينا. أحسنت سيدنا العزيز. يعني التاريخ لو تشاهده، التاريخ بين يقول 4 حمالين حملوا جنازة الإمام على الجسر، الآن هذه الملايين اللي جاءت لتجدد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، أين هارون؟ أين جنوده؟ أين قصوره؟ خلي نشوف، ينظر العالم كيف أن هذا السجين اللي موجود في المطامير وبالعذابات كيف وصل إلى عنان السماء وهو الآن موجود معانا ويستقبل زائري الإمام الكاظم. لزمناكم، أتيناكم يا زهرة على الذكرى، تحدينا وما زدنا على العهد، تبعناكم من الهادي إلى المهدي، يا آل البيت المصطفى وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط العلم وخزان العلم وأصول الكرم وقادة الأمم، والله نضحي بأنفسنا وبدمائنا وبأموالنا وبأولادنا من أجل إحياء ذكرى محمد وآل محمد. أحسنت. مصلي على محمد. سيدنا، شو تقول للزوار وشو تقول لزاري أبي عبد الله الحسين بكلمة؟ نعم، أقول لزوار الإمام موسى بن جعفر، تعالوا تعالوا أخذوا من هذا المنهل العظيم، من هؤلاء الناس التي ضحوا بحياتهم من أجل إعياء كلمة الحق، هذول الأئمة الـ12، وأقول لهم جددوا العهد دائما، ولا تعفون زيارة الإمام موسى بن جعفر، ولا تعفون زيارة أبا عبد الله الحسين عليه السلام أبدا، ما حيينا ولا نعف زيارة الحسين عليه السلام. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين. أحسنت سيدنا، بارك الله بك وعلى هذه الكلام الطيب، على هذا الكلام الطيب اللي نابع من خادم حقيقي لسيدي ومولاي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. احنا دائما وأبدا نهتف لبيك سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر، وهذه الجموع المليونية التي زحفت منذ أيام لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي باب الحوائج موسى بن جعفر. احنا اليوم متواجدين بهذا التقاطع، وهو تقاطع مسجد براثة في منطقة العطيفية، هذه المنطقة التي تؤم جميع الزائرين القادمين من محافظات الجنوب والفرات الأوسط أيضا ومن بغداد، لتكون محطة استراحة قبل الدخول إلى حرم سيدي ومولاي الإمام الكاظم، وتبعد حوالي كيلوين عن هذه عن المحافظة، تبعد كيلوين عن
مرقد سيدي مولاي الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. ونحن الان مع جموع الزائرين المليونية من الصباح ولحد الان لم تنقطع هذه الزيارة بجموع مليونية كبيرة وعظيمة، رجال ونساء وكبار وصغار وكل المجتمع العراقي، سواء كان اطباء، فلاسفه، ادباء، شعراء، اصحاب حرف، فقراء، مساكين، الكل الان اتجهت الى سيدي ومولاي الامام موسى الكاظم. اعتقد بان هذه الزياره هي ردا على كل المشككين بان شيعتي واتباعي اهل البيت صلوات الله وسلامه عليه قد اثر بهم هذا الوباء. نقول لهم دائما وابدا بان شيعتي اهل البيت لا يخافون من احد، وانما يذهبون بذلك الوقت الذي كان به على الجمر وعلى النار، ورغم التفجيرات والقتل والطائفيه كانوا يحيون امر اهل البيت. نعم، ملتزمين بكل الشروط الصحيه، ونذهب الى سيدي ومولاي الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه سيرا على الاقدام لتجديد عهد الولاء والبيعة مع سيدي ومولاي الامام الهمام موسى بن جعفر صلوات الله وسلامه عليه. احنا اليوم امام هذا الموكب الكبير والعظيم لاهالي العطيفية، هذا الموكب الذي يقدم المساعدات ويقدم المأكل والمشرب والمنام وكل مواكبنا وكل السرادق التي نصبت منذ سبعة ايام في بغداد، نصبت لخدمة زوار الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، ولخدمة الزائرين القادمين ايضا من محافظاتنا سواء كانت الجنوبية او الفرات الاوسط. اليوم شفنا مواكب كبيرة وعظيمة وصلت من البصرة ومن الناصرية والكوت والعمارة والسماوة والديوانية والحلة وكربلاء والنجف، وايضا مواكب اهالي ديالى اليوم ايضا وصلت، ومواكب كبيرة وعظيمة من اهالي كركوك والشمال والغربية، الكل اجتمعت الان بهذا العراق المصغر الذي ينادي دائما وابدا لبيك سيدي ومولاي يا موسى بن جعفر، وينادي ايضا لبيك سيدي ومولاي يا ابا عبد الله يا حسين صلوات الله عليكم، ونحن نخدمكم بكل الظروف، وان شاء الله يكون هذا الدعاء دائما وابدا لدفع البلاء والوباء بخدمة سيد الشهداء وخدمة سيد مولاي الامام موسى الكاظم. دائما زائري ابي عبد الله الحسين نشوفهم بانسيابية عالية وتعاون كبير وعظيم مع قواتنا الامنية، وايضا نشوف زائري ابي عبد الله الحسين عندهم تعاون كبير ايضا مع الفرق الصحية ومع الذين يرتبون الزيارة وينظمون الزيارة. ايضا شفنا اصحاب المواكب عندهم مساعدات كبيرة للزائرين وللقوات الامنية، يساعدونهم بحفظ الزيارة وبانسيابية الزيارة و بتسيير الزائرين عبر الطرقات، وايضا انسيابية عالية. شكرا لكل من يساهم بانجاح هذه الزيارة الكبيرة والعظيمة لسيدي ومولاي الامام الكاظم صلوات الله عليه. احنا ننتقل الى مراسلنا واثق محي الدين، لك الكلمة. نعم، شكرا لك ابو حسنين الرباعي. نعم مشاهدينا، مشاهدي قناة الفرات الفضائية، وهذه عودة معكم مرة اخرى لنقل وقائع هذه الزيارة المليونية حتى ساعات متأخرة من الليل، ولا تزال هذه الحشود المليونية التي تحث الخطى باتجاه الكاظمية المقدسة لإحياء ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. ونحن ننقل لكم يعني هذه الصور الولائية الجميلة الحقيقة، هذه الصور المعبرة عن مدى حب شيعة أمير المؤمنين لأهل بيتهم. اليوم هنا الجميع جاء ليجدد البيعة والولاء إلى الإمام موسى بن جعفر ورفع مظلومية هذا الإمام المظلوم المسموم السجين الذي ضحى وجاد بنفسه من أجل إعلاء كلمة الحق بوجه الظلمة. نعم أحبتي، كما تشاهدون هذه الصورة هي أبلغ من أي كلام. نعم كما تشاهدون هؤلاء الصغار الكبار الشيبة حتى ذوي الاحتياجات الخاصة، منهم من يشارك بهذه المسيرة المليونية، ومنهم من تطوع بأن يخدم يعني هذه الزوار بأن يشارك. الكل هنا يتسابق في خدمة زوار الإمام موسى بن جعفر. كما تشاهدون هؤلاء الشباب الرسالي، إذا بالإمكان زميلي يحيى خلينا نشوف اليوم هذا الشاب الرسالي الذي جاء يعني من أقصى جنوب العراق، ومنهم من جاء من الكوت، كذلك البصرة، كذلك العمارة، جميع المحافظات العراقية هي مشاركة اليوم بهذه المسيرة المليونية. عظم الله أجرك. أجرنا أجركم جميعا إن شاء الله. منين جيتك؟ من الناصرية قضاء الفهود. على رأسك. وكل سنة احنا جايين نقدم هاي الرسالة، وسيدي ومولاي الإمام الكاظم، وما ناسين إخواننا المجاهدين حشد الشعبي وأرواح الشهداء
ما ناسينهم ايضا، وندعي لخدمة الامام الحسين جميعا. شلون شفت الخدمات خصوصا يعني ساعات متاخره من الليل، واهالي بغداد ايضا كذلك المحافظات لديهم مواكب هنا على هذا الطريق؟ الان تفصلنا 6 كيلومتر تقريبا عن الامام الكاظم سلام الله عليه، هذه السرادقات، مجالس العزاء المقامه على طول الطرق، تبعث برساله حسينيه، رساله كاظميه جميله. اليوم الشباب لازم يتعلم من هذا الطريق. اعطيني يعني سولف لي عن الدروس والعبر، مواقف شاهدتوها ممكن استفاديتوا انتم منها كشباب. طبعا احنا جينا الخدمه الحسينيه شبه خدمه الاربعينيه، اربعين الامام الحسين، وخدمه الزوار اللي يخدموننا كما يخدمون الاربعينيه كذلك. هاي وحده. اهالي الكاظميه وبغداد ما قصروا ويانا، والاهالي كلهم ما قصروا ويانا، واحنا نشكر طبعا ويانا حتى مرشدين، ويعني يحدثون علينا ويعلموننا عن هواي امور، وهذا شرف انه، ونسال الله عز وجل ان يبارك بالجمع هذا المبارك، ولا ننسى مرجعيتنا وآل الحكيم ان شاء الله وجميعا. احسنتم. طبعا شكرا للمرجعيه الرشيده يعني اليوم اللي خصصت يعني مجالس وعظ وارشاد، كذلك يعني هذه رجال الدين المنتشرين على طول الطرق، يعني لا يوجد لربما بين موكب وموكب تجد رجل دين يقدم الوعظ والارشاد والاستفتاءات الدينيه في هذه الزياره الكاظميه المباركه، هذه المسيره الخالده، هذه الثوره الكبيره التي ينهل منها جميع احرار وثوار العالم. نعم، الامام الكاظم عليه السلام ليس للعراقيين فحسب، بل لجميع العالم. ما شاهدناه في هذا الطريق صراحة جنسيات مختلفة، حتى جنسيات أجنبية تشارك المسير، جاءت إلى مطار بغداد الدولي حتى تشارك يعني هذه المسيرة المليونية وإحياء هذه المسيرة الخالدة، ألا وهي ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر باب الحوائج. اليوم ما نشاهده في ألسنة أمهاتنا يعني يقولا أبو طلبة باللهجة الدارجة، أبو طلبة، باب المراد، باب الحوائج. اليوم إن شاء الله ببركة الإمام الكاظم عليه السلام يعني مقضية جميع الحوائج، وأن يجعل العراق بلدا آمنا إن شاء الله ببركات أهل البيت، وكذلك اليوم ببركة هذه الخدمة الكاظمية المقدسة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، أجاركم إن شاء الله، أجرنا وأجوركم. من جيتك زايرنا؟ جايتنا من النهروان. من النهروان؟ اي من بغداد، من النهروان. يعني اليوم طلعت ان شاء الله؟ ان شاء الله طلعت اليوم، وجينا عراضه وهوسات ونعزي موسى بن جعفر. زين والله مشوا لي قدام بالرايه. الله يسلمك. اي الله يسلمك. خدمه حلوه، مسيره جميله، نتعلم من عندها معنى الحب والوفاء والولاء. صحيح صحيح. يقول هول يندب اسم الكاظم، هول يندب اسم الكاظم، يطلع لو محكوم اعدام يندب اسم الكاظم، يطلع كوم اعدام يندب. الله يسلمك، رحم الله والديك. هذه الحناجر التي صدحت بحب الامام الكاظم، بحب باب الحوائج. نعم احبتي، لازلنا متواصلين معكم بالصوت والصوره ونقل هذه الوقائع، وقائع هذه الزياره المليونيه، هذه المسيره الخالده، وهذه انتقاله الى الزميل ابو حسنين الربيعي. لك الكلمه يا ابو حسنين. شكرا لواثق محي الدين. رجع لكم اعزائي المشاهدين ومع التغطيه المباشره من قناه الفرات الفضائيه، وبعد ما شاهدتوا جموع الزائرين المليونيه التي زحفت منذ ايام وتبقى الى ساعه متاخره من الليل، وهذا المد الكاظمي الحسيني لا ينقطع منذ ايام، يعني يصلون الليل بالنهار الزائرين، اكو ناس ترتاح، ناس تذهب للزياره، وهكذا الانسيابيه العاليه. هذا الترتيب منذ سنين طبعا، بسنوات كبيرة وعظيمة كانت الزيارة أيضا، والآن الزائرين هم محترفين في أمور الزيارة إن شاء الله، ويساعدون القوات الأمنية، وأيضا يساعدون كل من يساهم بإنجاح زيارة سيد مولاي الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. لمصاب الإمام انغلقت النار وانفتحت الجنة وهتفت الناس، لأن هو الشفيع بساعة الضيج، انفتاح الجنة. قل شلون مقياس الشفيع عم الحسن تحضر الزوار، وملاك العرش وياها حراس، او شفت انا الحسن وحسين يمشون ويمهم اجوا، ما شفت عباس اثار القمر ويزين بالحوراء، مغطيها بعباته ورافع الراس، يخاف على العقيل بخوفة الروح، اخاف ام الخدر بالنظرة تنجاس، او شفت حيدر اجا وقال انتم وياي بالجنة على حب ابن تدخلون،
كل من يحزن لمصاب الاولاد يعبر على الصراط وانا ممنون، واللي يسوي موكب يجمع الناس، واللي يرسم الدمعه على اللي يعزون يعبر على الصراط برمشه العين، واذا مو احنا نعبر من يعبرون؟ للجنه على حبك كنا وياك، والمو ويا موسى ما يدخلون، شلون يصير يدخل جنه الله؟ ما يدخل الجنه ولو يوذنون. لبيك يا موسى، لبيك يا موسى، لبيك يا موسى، لبيك يا موسى، لبيك سيدي ومولاي يا باب الحوائج يا موسى بن جعفر، لبيك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، ويقينا أنت وسيدتي ومولاة الزهراء وأمير المؤمنين والحسن وأهل البيت وصاحب الأمر الآن موجودين عند ضريح سيدي ومولاي الإمام الكاظم، تستقبلون الزائرين وتقضون حوائجهم يا باب الحوائج. سيدي ومولاي هذه زائريك، نسأل الله بحقك وجاهك ومظلوميتك أن ترفع البلاء والوباء عنا وعن جميع المؤمنين في مشارق الأرض ومغاربها. انضم إلينا أثناء الذهاب إلى مراسلنا واثق محي الدين أحد الطباب الموجودة بهذا المكان، المعاون الطبي استاذ صلاح، نرحب به، نقول له اهلا وسهلا بك. اهلا وسهلا، وعظم الله لك الاجر. عظم الله اجورنا واجوركم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد واله الطيبين والطاهرين وصحبه المنتجبين. عظم الله اجورنا واجوركم باستشهاد راهب ال محمد الامام موسى بن جعفر عليه السلام. الله يبارك فيك. طبيعه عملكم انا شفت ايضا كثير من يعني الأماكن موجودين بها، من جيت من الطريق إلى أن وصلت إلى هذا المكان. طبعا السيد المشاهد، المكان هذا مالنا هو قرب مسجد برثة، يبعد كيلوين عن الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. كثير سواء كانت خيم أو كرفانات شاهدتها. طبيعة عملكم شنو؟ وش قد صار لكم أنتم بخدمة زوار الإمام الكاظم؟ الحمد لله شكرا. طبعا توفيق من الله سبحانه وتعالى، شرع الطبابة في رئاسة أركان الجيش فوج حماية المنطقة الرئاسية الثاني المفرزة الطبية وهيئة الطبابة في الحشد الشعبي بتقديم الخدمات الطبية للزائرين الكرام، خدمات طبية، خدمات علاجية، وكذلك خدمات الإسعاف الأولي، نقل الحالات الحرجة إلى المستشفى باعتبار مستشفى الكرخة قريبة من الموقع. طبعا مفارزنا منتشره، اذا مفارز ثابته او مفارز جواله لتقديم الخدمات والنقل الى المستشفى. الحمد لله والشكر، التوفيق من الله سبحانه وتعالى. الحالات اللي جاي تجينا بسيطه، على الامور البسيطه، امور المشي وهاي الامور البسيطه، مفاصل على ضبط المعده نعم هاي الامور البسيطه الحمد لله. حالات حرجه ما صارت عندنا الا ما بسيطه يعني، والحمد لله والشكر مسيطر عليها، والزوار عندهم ثقافه عاليه والحمد لله والشكر يعني. انا احس طبعا دائما يعني الواحد مثلا انا اذا كنت في مستشفى او كنت في مكان ويعني عدد هائل يراجعني من الصبح لليل يصير ملل، يصير شويه تضجر، واحد يتضمر من الامور، لكن انا اشوفكم الان انتم تساعدون الزوار، انتم تروحون لهم، تتجهون لهم، مش محتاجين. طبيعه عملكم هذا شيء يولد بداخلك يعني. الحمد لله والشكر. طبعا هو بالاضافه للعمل العام والعمل الرسمي انه هذا الامر به ثواب، به اجر، تبرى خدمه، بخدمه لاهل البيت سلام الله عليهم، فهذا الشيء يسوي لنا حافز ودافع نخدم الزوار على مدار 24 ساعه. نعم. يعني احنا حتى مرات نقسم شفتات، اللي استراحته ما يروح يستراح من يشوف زخم. الحمد لله والشكر عندنا اطباء طبعا متبرعين يداوم بالمستشفى، يكمل الخفاره مالته يجي يخدم عندنا، يكمل الخدمه عندنا يرجع للمستشفى، يعني بدون كلل وتعب وملل، والحمد لله والشكر مسيطرين على الامور. ما تروحون لبيوتكم؟ لا ما نروح. والخدمه صارها طبعا اسبوع على مدار 24 ساعه، ما تركنا المواقع مكاناتنا. هذا الخدمه ايضا هو ليس فقط بين يعني حتى يعرف السيد المشاهد، يعني الخدمه ليس فقط بين خدمه مهنيه، بين انا خدمه مهنتي. نعم. بين انا اكون طبيب او معاون طبي اخدم الزوار او اخدم اي انسان محتاج مساعده، لكن انا خدمتي احس بها اجر وثواب. اضافه الى عملك اللي متواجد انت بهذا. نعم. عملك شرعا وقانونا بانت تعمل هذا العمل. نعم. لكن باجر وثواب، وايضا انت حالك حال ابو الموكب وحالك حال المشاي وحالك حال اللي يعطي واللي يوزع واللي يعني حالكم حاله، باعتبار انتم حاله طبيه موجوده الان منتشره من الجنوب انطلاقا للزائرين الى ان توصلون الى الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. وصيتك للزوار باعتبار انت تعرف الحالات اللي يمر بها الزائرين، وصيتك لهم؟ نعم.
الحمد لله. طبعا احنا نوصل الزوار الكرام بالالتزام بالتعليمات الصحيه واخذ المعلومه من الاشخاص المختصين، مو بس على المستوى الطبي، على المستوى الامني، على المستوى الخدمي، نوصيهم انه ياخذون المعلومه من مصدرها، ما ياخذون من اي شخص معلومه او استشاره او هذه الامور، لان تعرف هاي الامور تدخل بموضوع الاشاعات، والاشاعات يا ستار تؤدي الى كوارث. فاحنا نريدهم هم الحمد لله وشكر ملتزمين على ثقافه عاليه طبيه، لكن نريد التزام اكثر، التزام موضوع التباعد الصحي اذا قدروا، باعتبار زياره مليونيه يعني صعب هذا الشيء، بس نحاول نقول لهم ان التزام بهذه الامور، التزام بالقوانين العامه، التزام بالتعليمات اللي يقدموها الكادر الطبي، التزام بالتعليمات اللي الخدمات اللي يقدموها كذلك، وهم يعني يدارون نفسهم موضوع المشي، موضوع الاكل، موضوع هذا، انه دائما يحاول يكون خفيف ويمشي هو خفيف. الله يحفظك ان شاء الله. انا اقول بان الاسعاف الفوري يعني شغلته ضروريه الان. نعم يعني ضروريه، كل ضروري، وجوده ضروري. نعم يعني اذا هسه الان زائر قصد او اجاك توجه لكم يعني قال انا محتاج الى اسعاف الفوري، متواجده الاسعاف الفوري؟ نعم متواجده اسعافات فوريه طبعا، ليس وحده فقط، لا اربع اربع سيارات في كل مكان، بس هاي مفرزتنا اللي موجوده هنا اربع سيارات يمنا، يجينا هو اسعاف اول، نقيم، عندنا اطباء قيمون الحاله، شوفوا اذا قدروا قدموا له خدمه قدموا له، واذا ما قدروا ننقله للمستشفى القريب. الله يبارك فيك استاذ، شكرا لك، عملك ان شاء الله يبارك فيكم ان شاء الله. هذا العمل طبعا انت جزء ما تحس به، لكن احنا نقول دائما الاعمال اللي في خدمه اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كانت في الاربعينيه او بالزياره الرجبيه، هذه الاعمال اللي تقدمها لزائري ابي عبد الله عمل كبير عند الله يسجل. الله يوفقك، واسال الله ان انت شاب الله يسلمك، اولا يوفقك الله يسلمك ويحفظك ان شاء الله، ويقوي ايمانك ان شاء الله، الله يسلمك ودائما تكون بخدمه اهل البيت دائما وابدا ان شاء الله، ان شاء ويحفظ الله مرجعيتنا. شكرا لك عمو، احسنت، بارك الله بك. انا التفت قاعد ابغى اشوف صوره الامام السيستاني، هذا الرجل العظيم الكبير اللي دائما احنا نستظل بظل المرجعيه ان شاء الله. اسال الله بحق زائري ابي عبد الله ومظلوميه الامام الكاظم ان يحفظ مرجعيتنا الرشيده المتمثله بسماحه الامام السيستاني دام ظله الوارث بحق محمد واله الطيبين الطاهرين، وان يسدد خطاه بحق محمد وال محمد. شكرا لك لحضورك. شكرا لكم وشكرا لك قناتكم الكريمه على هذا الجهد المبذول. احنا خدام تغطيه الزياره، احنا خدام لكل من يخدم الامام موسى الكاظم واهل البيت. ننتقل الى مراسلنا واثق محي الدين، لك الكلمه واثق. نعم شكرا لك ابو حسنين الرباعي، واهلا بكم مشاهدينا مشاهدي قناه الفرات الفضائيه مره اخرى، ونحن على احد الطرق ومفترقات الطرق المؤديه الى مدينه الكاظميه المقدسه، لننقل لكم وقائع هذه الزياره المليونيه وهذه المسيره الخالده، الا وهي احياء ذكرى استشهاد الامام موسى بن جعفر عليه السلام، هذا الامام المسموم المظلوم المغيب في قعر السجون والمطامير. اليوم هذا الإمام الذي ضحى وجاد بنفسه من أجل إعلاء كلمة الحق، من أجل إعلاء كلمة الدين، من أجل إصلاح أمة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والوقوف بوجه الظلمة. صراحة ما نشاهده اليوم في هذا الطريق المؤدي إلى الكاظمية المقدسة صور ولائية جميلة ومسيرة عظيمة، كما يقول الأخ والذي شاهد بأم عينه هذه المسيرة العظيمة، وكذلك الخدمة الجليلة المقدمة من أصحاب المواكب الحسينية ببركات محمد وآل محمد، السلام عليهم أجمعين. زائرنا خلينا يعني ننتقل لك، تحدثنا عن أجواء هذه الزيارة المباركة وهذه الشعيرة الخالدة، المسيرة الخالدة. الإمام ضحى وجاد بنفسه من أجل إعلاء كلمة الحق. اليوم ماذا نستمد من صبر الإمام، من صمود الإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. أنا اليوم كنت بالنجف، زرت وندعيت الأمة زيارة محمد مقبولة إن شاء الله، وبكربلاء عند أبو عبد الله وبالفضل مقبولة الزيارة، وإن شاء الله راجع إن شاء الله هم أزور باب الحوائج وارجع بعد للبيت. إحنا على نهج محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد، إن شاء الله مستمرين على نهج موسى بن جعفر والإمام علي وأهل البيت أجمعين. وقالتها السيدة زينب، مهما يحاولون أن يطمسوا علو آل محمد ما يستطيعون، وإنما يزداد شموخ علو محمد وآل محمد إلى أبد الآبدين إن شاء الله، وإن شاء الله بعزم أهل البيت وبعزم الشباب والحشد المقدس تعلو كلمة الحق
وكلمة الباطل تنزل إن شاء الله. وإن شاء الله إن شاء الله مستمرين على هذه الشعيرة حتى آخر نفس في عمرنا. هنيئا لكم إن شاء الله. لا تنسونا من الدعاء إن شاء الله. نعم أحبتي، إذا الجميع هنا يتسابق في خدمة زوار الإمام موسى بن جعفر كما تشاهدون من خلفي هذه الحشود المليونية، هذه الحشود الزاحفة نحو جسر الرصافة حتى تشيع إمامهم الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. في حين موعد الزيارة إن شاء الله 25 من رجب بدأت هذه المواكب الحسينية، كذلك زوار الإمام موسى بن جعفر، الطرقات غصت بهؤلاء بجموع الزائرين الذين قدموا من جميع المحافظات العراقية، كذلك دول العالم المشاركة في هذه المسيرة المليونية الخالدة. أيضا ننتقل إلى أحد الزائرين، عظم الله أجرك. أجورنا وأجوركم. خليك على الكاميرا، خليك على الكاميرا. أنا من محافظة واسط، كريم الشمري، جينا من محافظة واسط. هذا العام كثافة الزوار ما شاء الله، والله شوارع غطت والخدمات عامرة بأهلها. خليني أسألك زائرنا، يعني هذه الأعداد بالملايين صراحة. نعم. اليوم ببركات الإمام موسى بن جعفر. نعم. أنت شفت الخدمة المقدمة من أهالي بغداد كذلك المحافظات، صراحة يعني خدمة مشرفة وجميلة. هذه التمهيد للإمام المهدي سلام الله عليه، والقيادة ولا تحصل والله، ولا يعني فائقة هذا العام أربعينية الإمام الحسين، والله والخدمات جيدة جدا. هنيئا لكم، وإن شاء الله إن شاء الله السلام والطمأنينة لبلدنا إن شاء الله. إن شاء الله بركة دعائكم، يعني توافقوا بركة دعائكم، إن شاء الله إن شاء الله بركة دعائكم. نعم أحبتي، لازلنا متواصلين معكم بالصوت والصورة لنقل وقائع هذه المسيرة الخالدة، مسيرة الإمام موسى بن جعفر، وهذه انتقالة إلى الزميل أبو حسنين الرباعي. لك الكلمة يا أبو حسنين. رجعنا لكم أعزائي المشاهدين ومع هذه التغطية المباشرة من قناة الفرات الفضائية، حتى الوقت لا يأخذنا، احنا أيضا نتواصل وياكم إن شاء الله بعد النشرة. انضم إلي أيضا أحد الأخوان من خدمة الإمام موسى الكاظم، وهو من جمعية الهلال الأحمر. رحب بي ونقول له أهلا وسهلا بك أستاذ رضوان، وعظم الله لك الأجر. عظم الله أجر على عجالة حتى الوقت ليأخذنا. طبيعة عملكم وماذا تعملون لزائري الإمام الكاظم؟ في كل عام تمر علينا ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام. تستنفر جمعية الهلال الأحمر العراقي بكوادرها الطبية والإسعافية على طريق الزائرين الكرام، حيث تنتشر 15 مفرزة ثابتة، وأيضا هنالك توجد فرق جوالة تقدم الإسعافات الأولية والخدمات إلى زوارنا الكرام. أيضا وفرت جمعية الهلال الأحمر العراقي 40 سيارة إسعاف لنقل الحالات الضرورية إلى المستشفيات القريبة من كل مفرزة. جمعية الهلال الأحمر العراقي أيضا عمدت هذه السنة على توفير مخيمات استراحة لزائرين الكرام، إضافة إلى وجود كوادر مدعومة بكوادر طبية من المتطوعين الذين يقدمون الخدمات العلاجية إلى الزوار المتجهين صوب مدينة الكاظمية المقدسة. الله يبارك بكم، احنا الوقت يعني ما يسع، يعني شكرا لك لحضوركم. احنا ايضا ردنا نعرفكم للسادة المشاهدين، للناس الزوار، بين جمعية الهلال الاحمر لها مواقف كبيرة مع زوار ابي عبد الله الحسين وزوار الامام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. جهودكم موفقة ان شاء الله، جهود كبيرة، هذا يدل على انكم حسينيين علويين كاظميين، خدام لسيد الشهداء، خدام للإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه. احنا حتى الوقت لا ياخذنا، اشكرك اني شكر جزيل وعظم الله لك الاجر. ان شاء الله ان شاء الله ناخذك في اوقات اخرى وتعرفنا عن عمل هذه الهيئه او جمعيه الهلال الاحمر العراقي. شكرا لك. اعزائي المشاهدين، احنا بهذه التغطيه المباشره دائما نقول وابدا لبيك سيدي ومولاي موسى بن جعفر، وإن شاء الله نبقى خدام دائما وأبدا، وهذه الخدمة بها شرف وغيرة وبها دفع بلاء وبها حفظ وبها رزق وكل شيء عندما نخدم سيدي ومولاي الإمام الكاظم باب الحوائج. ننتقل إلى استوديو البث المباشر، لكم الكلمة.